يا جماعة يلا بينا كده نحضر وجبة الغداء بتاعتنا محسوبة الجرامات ومحسوبة السعرات. يلا بينا، ما تنساش تعمل لايك فولو الفيديو. معاك كينج الدايت. فاكر انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا صحيح كاتب وحاطط فيه قرايب مقالات ومواويل. ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي. يلا بينا هنجيب الميزان كده ونشغله. طول ما احنا حاطين الطبق عليه مش هيعمل وزن خالص. بعد كده نجيب السمك المشوي طبعا من غير القشر ومن غير اي حاجة، عمل بالظبط 83 جرام. بعد كده قول 84 جرام كده من السمك المشوي فيهم 108 كالوري و22 جرام بروتين. صفر ونوزن الرز، ناخد معلقة كمان نكمله من 100 جرام. 99 ماشي حلو. وال100 جرام من الرز 130 كالوري و3 جرام بروتين. ودي كده اهو تبقى وجبه الغداء بتاعت النهارده. كده الوجبه فيها 238 سعره حراريه و25 جرام بروتين. تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لي لايك وفولو واكسبلور للفيديو. السلام عليكم.